إلى حاتم تريب رغاية جميلة إلى عارف الحاج. يا سلام يا سلام يا سلام يا عارف، أنت لوحدك سيمفونية تعزف لوحدك يا عارف. أداء مهارة تألق ويحرز رابع الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي، ختامها مسكنة بأقدام اللاعب عارف الحاج الذي بالفعل كان هو أفضل اللاعبين في هذا اللقاء وكان علامة فارقة. شوف المجهود، نتكلم عن الدقيقة 83 وشاهد هنا عارف كيف يتعامل مع الكرات. وانتو جميل كينما عبد الله خالد وعارف الحاج وعارف